من المفترض أن تعلن كامالا هاريس عن المرشح لمنصب نائب الرئيس قبل تجمع حاشد في فيلادلفيا يوم الثلاثاء، والخيارات بدأت تنحصر. بالنسبة للناخبين التقدميين، فحاكم ولاية مينيسوتا تيم وولز الذي حظي بإعجاب نانسي بيلوسي هو المرشح المناسب. وولز كان له دور كبير في سن قانون الإجهاض في الولاية ووقع على وجبات مدرسية مجانية للجميع. ولا ننسى كون وولز من الوسط الغربي، فإن ذلك سيعزز فرصه في مواجهة جي دي فانس. حاكم ولاية كنتاكي أندي بيشر هو خيار آخر يمكنه أن يتحدى جي دي فانس، ويحشد جزءا من البلاد لا يزال الديمقراطيون بحاجة إلى جذبه. من أبرز إنجازاته إعادة حقوق المسجونين سابقا للتصويت، ولكن موقفه من الإجهاض ليس حيث يريد الديمقراطيون تماما. السناتور عن أريزونا مارك كيلي هو رائد فضاء، وأصيبت زوجته النائبة عن أريزونا في الرأس بحادث إطلاق نار جماعي عام 2011، كما انتقد ترامب بسبب مشروع قانون إصلاح الهجرة. ولكن كيلي فشل في رعاية تشريع حاسم كان من شأنه أن يسهل على العمال تكوين نقابات. قوته على الحدود تكمل عيوب هاريس، ولكن فشله التشريعي يطرح علامات استفهام. وأخيراً جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفانيا إحدى أبرز الولايات المتأرجحة، هو يهودي وتعرض للانتقادات جراء استجاباته للاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، على الرغم من وصفه لنتنياهو بأنه زعيم فظيع. فاختيار شابيرو سيكون علامة على أن الحزب لا يزال يحاول جذب الوسطيين بدلا من التقدميين.